الانتخابات السورية القادمة؟ مهزلة دولية مثل أي مجزرة يرتكبها النظام، يعني لم يكن أي خطوة فاعلة من المجتمع الدولي. بالنسبة للانتخابات الرئاسية الحالية اللي عم تقوم فيها النظام هي غير شرعية، قطع غير شرعية، لأنه مثل ما سموه الناشطين على الأعلام والناشطين على الأرض والناشطين في كل أنحاء العالم بانتخابات الدم. وبالنسبة للمرشحين هي ديمقراطية مزيفة، لأنه لا يوجد ديمقراطية بدون شعب مهجر، شعب موجود غير البلد. شلون أنا بدي أنتخب وأنا خارج البلد، أنا مهجر قصري، أنا تحت القبر تحت الزنازين؟ يعني في كتير أمور بتدل أنه هالانتخابات غير شرعية، وللعقل الإنساني أي عقل إنساني كمراقب يعرف أنه هذا الكلام غير قابل للتطبيق كانتخابات، انتخابات دم غير ليس لها مصداقية نهائيا. الانتخابات هي أصلا هي الانتخابات مهزلة، انتخابات شو والدنيا كلها دمار وقصف وقتل، هذا انتخابات على مين؟ إذا شعب ما في مين بده ينتخب؟ شعب تركيا، شعب بالأردن، شعب بجميع أنحاء العالم كله مهجر، انتخابات مين؟ انتخابات الشيعة علوية بس بينات بعضهم، بس نحن يعني بالنسبة لنا ما في انتخابات، أني ما في شعب، مين اللي بده ينتخب؟ انتخابات ما في، طالما شعب ما في معناتها ما في انتخاب، وهذا الشيء كله مهزلة مهزلة بمهزلة. هي انتخابات تعبر عن إجرام هذا النظام وأمعانه في إجرامه، يعني من يقتل القتيل ويمشي في جنازته، والمشكلة أنه هناك من يشارك ويطبل ويزمر لهذه الانتخابات. يعني كيف تجري انتخابات ونصف شعب سوريا خارج سوريا، نصف شعب سوريا باتنا 4 ملايين نازح، هذا على الأقل يعني. واليوم صدرت على العربية، قناة العربية، أن هناك 1,000,000 جريح، هناك أكثر من 300,000 مفقود. كيف تصبح هذه الانتخابات؟ كيف أين سينتخب؟ هل سيضع براميل ليست براميل متفجرة، هي البراميل المتفجرة يعني هي الأمر المعروف، هل سيضع هناك صناديق اختراع في مناطق المعارضة في 3-4 حلب في 90% من الحلب؟ عندما يضع صناديق هنا يمكن أن نقول أن هناك انتخابات. هذه الانتخابات هي انتخابات بالحقيقة مزيفة، والنجاح مضمون، يعني نجاح بشار الأسد مضمون، ليس المرشح الأوفر حظا، هو المرشح الناجح لدى مؤيديه ولدى من يتبعونه. بعد أسبوعين سيكون هناك انتخابات في سوريا لانتخاب رئيس جديد لهذا البلد، ما رأيكم بما يجري؟ الانتخاب يعني الانتخاب هو اصطفاء شيء من شيء، لكن ليس هناك عنا شيء حتى نصطفي منه، فكيف تكون هناك انتخابات؟ إذن هي عبارة عن مهزلة وليست انتخابات. الانتخاب هو أن تنتقي شيئا من شيء حتى تصل إلى الأحسن، فما بالك في بلد يعني دخل في عامه الرابع وهو يعاني ما يعاني، ما بالك في هذه الأوضاع وهو يعاني؟ كيف نقبل على انتخابات ونحن نرى البراميل ونرى القاذفات ونرى الدمار في كل لحظة، بل في كل لحظة بل في كل ثانية من حياتنا نرى الدمار ونرى هذه؟ كيف تكون هناك انتخابات؟ إذن هذه ذات مهزلة. وكيف يكون هناك اصطفاء؟ كيف يكون هناك انتقاء؟ وبماذا أنتقي وماذا أصطفي؟ أصطفي ماذا؟ أصطفي شيئا من شيء؟ ما هذا الشيء الذي يمكن أصطفي؟ إذا لا يوجد هناك شيء وممكن يكون فيه أو يمكن يكون في هناك انتخابات، فإذا هي عبارة عن مسرحية وهي عبارة عن شيء لا يمكن أن يكون إنسان يتصوره، فليس هناك انتخاب والبلد يدمر، ليس هناك انتخاب والشعب يعاني من انقطاع للكهرباء وانقطاع للماء، وليس هناك عنده حاجيات، يعاني من الجوع يعاني من العري، ليس هناك انتخابات والعالم كله يتفرج علينا، ليس هناك انتخابات. على أبه اللعبة هي غطاء له لفشله، على الأرض ماله ولا شيء، لا الشعب راح ينتخبه، ما بقى في شعب عندنا بالاخص هالمناطق المحرره هي، ما في شعب. هو لعب هاللعبه هي من رفع معنويات الشبيحه والناس اللي عم جيبهم ليقاتلونا بسبب فشله بفضل الله في كل الجبهات بسوريا، فبحاول هو يتخلص من المحكمه الجنايات ان شاء الله، وبحاول يعمل شغله ثانيه انه يرجع يصير رئيس وانا بصلح. وانا هو من الاساس وقت اللي قمنا ضده انه طلبنا الاصلاح وما اصلح، فكيف هو بقدم حاله رئيس جمهوريه وعلى اساس هلا بدي اصلح؟ طيب ليش ما اصلحت من قبل؟ فهذا رئيس كذاب منافق قاتل مجرم هو وشبيحته، وهذا اللعبه السياسيه. ان شاء الله نحن بدنا نسقطه وننتخب رئيس شرعي لسوريا الحره وينفذ الخدمات الشعب وامور الشعب كلها ان شاء الله. ترشح بشار الاسد بالنسبه للانتخابات الرئاسيه هو عباره عن مهزله واستهزاء بالشعب السوري. اي ترشح او اي انتخابات تكون على ارواح الشهداء لن تقبل وستكون مرفوضه عند الشعب السوري.
يعني مهزلة دولية، يعني هي انتخابات كما وصفت انتخابات دم، انتخابات قتل، انتخابات دمار، يعني لا يوجد شرعية أصلا حتى يكون في انتخابات. هو هذا العمل هو لعبة على الشعب السوري واستهزاء بعقول الشعب السوري من أجل يعني تمرير غاياتهم اللي هن بدهم يبقوا بالسلطة طبعا، وهي ما بتضحك على الشعب السوري إن شاء الله. فبتمنى الشعب السوري للمستقبل انتخابات حرة إن شاء الله تعالى. والله هاد ما هو نظام، هاد قاتل، هاد قاتل شعبه. إنا نظام، ما في نظام، لو عنده نظام ما بقتل شعبه. هاي انتخابات دم، ولكن بإذن واحد أحد صارت الانتخابات ولا ما صارت، هو إنسان فاشل وساقط. يعني الخلق اللي تحت بيرك اللي بدها تنتخبه بدها تنتخبه بالغصب لعنه، هاد شيء مفروغ منه، لأن حكمه قمعي. هو اللي عم يقتل شعبه، عم زيت براميل أحياء بحوالي عم شيله من ورائنا انتخابات هاي. السوريين والسوريات الذين سينتخبون بعد أسبوعين، ماذا تقول لهم؟ كل من يشارك في هذه الانتخابات إما مغيب، لا يوجد في الوقت الحالي مغيب، يساهم بشكل فعال يعني بقتل السوريين مثله مثل أي مرتزق قادم من الخارج. هؤلاء الناس يعني لا أحسن أستطيع أن أتهم جزاف أنهم مع القاتل، لا نهائيا. يعني في هناك من موظفين، هناك طالب جامعة، هناك لمصالح متعلقة بالنظام. إذا هتضر هالمصالح يعني ممكن يتأثر. أنا ما عم بتبرير، ما هو تبرير قدر ما هو أنه حسن الظن بالطرف الآخر. يعني ويعني في هناك أحرار في الطرف الآخر، لا يوجد أي شك. هناك في أحرار، في ناشطين، في عالم تنتظر الثورة، في عالم ناطر الأحداث أول بأول وغير قابل بالانتخابات. وراح نشوف إن شاء الله تعالى في ردة فعل أكيد من الأحرار. هناك راح يسووا أي تحرك أو أي نشاط ثوري خاف، يعني يكون خاف يكون بين الشباب الناشطين. إن شاء الله تعالى نقول خير يعني. والاتهام مجزاف عليهم غير يعني غير منطقي. هذول جماعة من حبكجية، هذول كلهم، هذول من يوم ما طلعنا مظاهرات لحد الآن كل ما صار شغلة بيطلعوا برقصوا، وهي شغلتهم، هن شغلتهم رقص وغني وتفاهات. يعني هذا الشعب هيك متعلم عنده على هالشيء، ونحن نرفض هذا الحكي كله. انتخابات انتخابات مثل ما سموها بعض الناس انتخابات الدم، يعني انتخابات الدم. لأن اليوم كل نهار كل نهار كل نهار عندنا مجازر بسوريا، ما هي مجزرة، يوميا في مجازر. هذول الانتخابات لمين؟ مين اللي عم ينتخب؟ مين اللي بده ينتخب؟ مين بده ينتخبه؟ مين بده ينتخب؟ سواء نقتل ندمر البلد، دمار، الأخ، الأم، الأخت، ما ضل. العالم تهجرت، شردت، ما ضل في شيء. وانتخابات، وهذا الانتخابات إنه عم بيسوي انتخابات لحالهم يعني. أولاً يعني أتمنى أن أشير أن النظام قد نجح بتفريق الشعب السوري. يعني في بداية الثورة حاول أن يجعل منها ثورة طائفية ولم يستطع. إلى الآن لم تعبر الثورة عن طائفيتها، ولكن هو استطاع أن ينجح بإقصاء الشعب، بتفريق الشعب السوري حقيقة. يعني الطرف الآخر من حلب ليس في باريس وليس في لندن، الطرف الآخر في حلب بعيد مئات الأمتار عنا، ليس بعيد جدا. هم إذا كانوا لا يرونه يسمعون صوت البراميل المتفجرة، إذا كانوا لا يعلمون، لا يشاهدون شاشات المعارضة، فهم أيضا يعلمون من الاتصالات بين أهاليهم. هناك صلات قربة بيننا وبينهم، هم يعرفون أن أقاربهم ما استشهدوا وأقاربهم قضوا تحت البراميل، وأن عدد من الأبنية يسقط. ألا يسمعون هذا الكلام؟ ليس كما نقول الطرف الآخر من حلب، يعني ليس هناك نهر في حلب يفصل بين الطرفين، وليس هناك جسر كما نعلم. لست في جزر اليابان، نحن في حلب يابسة ممتدة. يسمعون صوت البراميل، يعرفون أن هناك بنايات تسقط، يعرفون أن هناك أطفال تقتل بكل يوم، يعرفون أن هناك غازات سامة على كل وكالات الأنباء في كفر زيتا وغيرها وغيرها. يعني ليس لهم شعور إنساني بالحقيقة، لا يمكن أن نعبر بأكثر من هذا. ماذا تقول لهؤلاء؟ والله لا نقول لهم كما علمنا الله عز وجل، قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. ككلمة حق، أين هي كلمة الحق؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا فقال وقل الحق من ربكم. كيف أنت ترى هذا الدمار وكيف ترى هذا الأمر ولا تتكلم بكلمة حق؟ كيف تستطيع أو كيف يكون لك قلب ترى كل هذا الأمر، ترى كل هذه الأشلاء أمام عينك ثم تقول هذه صورة مفبركة؟ كيف تقول لو تعيش الأحداث أنت في الخارج هناك، تقول أنت لا تعيش أحداث أمتك، لا تعيش أحداث الناس، كيف تقول هكذا هذا الكلام؟ إذن يعني كل يعمل على شاكلته. ولا نقول إلا أنه إذا كما قال أو كما علمنا سلفنا
شخص ثاني من الناس إذا صلوا حاصل حال المجتمع، الأمراء والعلماء، لكن للأسف الشديد ليس هناك أمراء شرفاء وليس هناك علماء شرفاء، وكل كان كل يغني على ليلى، فإذا البلد يعني لم يكن هناك صلاح فيها ويكون العمل على هذا الأمر، فالأمر يعني لا يسعني الا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بارك الله. هلا اكيد اللي عم بيرقصوا واللي بيذبكوا من البنات والشباب في المناطق الثانيه المحتله نحن بنعتبرها هن جماعته، هن المرتزقه النظام، هن المستفيدين من النظام، لكن الاحرار في المناطق المناطق المحتله بنعرفهم نحن ثوريين قلبا وقالبا معنا، لكن مجبرين على امر. هؤلاء هم مرتزقه النظام بلا شك، من تربوا في احضان النظام وما زالوا يأكلون من الأموال التي هي حق الشعب السوري ويأكلون حق الشعب السوري، فلا بد أن يرقص ويفرح ويأكل حق الشعب السوري دائما، فهم مرتزقة يرون فرح حقيقي. هم تربية 40 سنة على يد النظام، فشي طبيعي يطلع معهم هذا المواقف. يعني بتمنى الله يهديهم صلحون، بس ما بتوقع يعني هذا هو اللي تربوا عليه. يعني تتصور انهم مجبرين؟ لا ما لهم مجبرين، هو كل شخص هو حر برايه بالنهايه، لكن من يرى الدمار يرى القتل يرى يعني ما يرى يعني لا تعليق صراحه، لا تعليق يعني هذا الكلام. تعدد الانتخابي او تعدد المرشحين في سوريا القادمه؟ ونحن في الواقع ونحن نجري المقابلة، ربما سمعتم كان هناك سقوط قذيفة أو صاروخ، نقول بهذا الشكل ربما لأهلنا في مناطق أخرى، هذا ما يجري في حياتنا اليومية هنا. إذا نعود إلى المقابلة، تعدد المرشحين في سوريا القادمة بعد سقوط الأسد بعد انتصار الثورة، هل هو شيء جيد أو لا؟ طبعا شيء جيد، التعددية هي بالنهاية استقطاب أكثر من رأي، يعني كل شخص له حرية الانتخاب، حرية أيضا حرية الترشح، كل شخص له برنامجه الانتخابي، يعني هذا حق شورى، حق في الديمقراطية، حق في أي قانون من قانون دول العالم يعني موجود، يعني بالنهاية تعدد الآراء هو مكسب للشعب بالنهاية طبعا. شكرا جزيلا على هذا الرأي وشكرا على ثباتك أثناء المقابلة بين مهرب البقية. شكرا لك. طبعا ان شاء الله بعد ما نخلص من النظام المجرم باذن الله، يعني نحن بنتمنى انه يكون في تعدديه، في كل الناس تعيش معنا كل شيء، بس نحن بنتمنى من كل قلبنا انه نحن الحكم الشريعة حكم الشرعي، يعني شريعه لا اله الا الله محمد رسول الله هي اللي تحكمنا، نحكم بشرع ما انزل الله، يعني هذا اللي بنتمناه. ممكن نتمنى يكون كل الناس عايشين معنا، ما نحن ما بنرفض حدا، لان احنا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كل الاديان كانت عايشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واكبر دليل انه كان جار الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يهودي، وهذا ما بيمنع انه يكون جار يهودي ومسيحي وكردي وعلوي ويزيدي، ما بيمنعنا عنه، لان ما منع هالشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لحتى يمنع نحن عنه. نحن ما من نحن الاسلام مو كل شيء، الاسلام بكل شيء بيضم كل الاديان ان شاء الله. اولا بالنسبه للانتخابات الحاليه هي تمثيليه معروفه، يعني يترشح 17 ومحكمة دستورية وما إلى هنالك، يعني سنرى هل هناك طعونات في المحكمة الدستورية؟ يعني هو أمر مضحك بالحقيقة، يعني ثلاثة يترشحون ضد الأسد، إذا لماذا لم يترشحوا قبل الثورة؟ هذا السؤال، لماذا الآن بعد الثورة وبعد هذا الكلام هذه التمثيلية جديدة من تمثيليات النظام أن هناك تعددية؟ هذا أولا. ثانيا أحد المرشحين يتحدث أنه سينتخب بشار الأسد، يعني ما هذه المهزلة حقيقة؟ ولكن إذا انتصر الثورة إن شاء الله أكيد يعني لا نقبل بمرشح واحد ونقبل برئيس واحد، هذا أمر أكيد، يعني لا نريد أن نأتي بملك، نريد أن نأتي برئيس. أكثر من مرشح طبيعي، أكثر من مرشح، ونحن الشعب اللي بدنا نختار رئيسنا اللي يناسب. نحن أكيد دفعنا 3 سنين دم ودمار وتهجير، بدنا رئيس يكون توافقي والشعب ينتخبه ويخدم هالبلد. لا شك، وينبغي أن يكون هناك أكثر من تيار يشارك، ولابد أن يكون هناك أكثر من فصيل، وكل الفصائل العاملة على الأرض لابد أن تشارك في الانتخابات حتى يختار الشعب السوري الممثل الحقيقي له. نحن نتمنى بالانتخابات الجاي بالنسبة للانتخابات الحرة تكون من جميع الفئات إن شاء الله، ويكون انتخابات حرة ونزيهة إن شاء الله، ما يكون فيها أي لا لفئة معينة ولا لحزب معين.
للمرة الأولى في تاريخ سوريا المعاصر يوجد أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية. لابد للطائفة الأسدية في سوريا بعد الثورة التي حصلت أن يكون لها في العالم كالنظرة في العالم أن يكون هناك مرشحين للديمقراطية التي يظنونها والتي يجعلون الشعب يظن أن هناك ديمقراطية. فأكيد انتخابات بشار الأسد بدها تكون بهاي الفترة أقل من 90%، لأنه دائما هو 99.9%. أكيد لازم يكون في مصداقية للديمقراطية التي يدعيها، فيجوز تصل النتيجة 90 أو دون 90%. ومشان تكبر الكذبة لابد أنه يكون في مرشحين تانين. يعني هم ثلاثة وجوه لعملة واحدة بالنهاية، مسرحية يمكن هالمرة تغيرت شوي الأدوار يعني، لكن بالنهاية المهزلة واحدة يعني والأسلوب واحد بالنهاية يعني. يمكن القول أنهم مجبرون على ذلك؟ لا أحد يجبرهم. ما الذي يجبرهم أن لا يخرجوا من مناطق النظام؟ يعني ألا تكفيهم الإهانات التي يهانونها كل يوم من عناصر الأمن ومن الحواجز المعروفة؟ في كل يوم يوجد حاجز أمن جديد. منذ فترة قريبة كان هناك حاجز على الرازي في منطقة الرازي، يفتش الشبان ويسوقهم إلى الجيش. هناك سؤال آخر أيضا، كيف يعامل عناصر الأمن المواطنون في حلب؟ هم مواطنون يعني لا يريدون كرامتهم، ما الذي يجبرهم على هذا؟ هناك تصرفات أكيد يعني من النظام على الموظفين وضغوطات على الموظفين وعلى طلاب الجامعات كما علمنا، ضغوطات كبيرة جدا، من لا ينتخب ليس لن يقدم امتحان ومن هذا القبيل، وهي ضغوطات معروفة. في حال أجبر مواطن سوري على الانتخاب في الطرف الثاني من حلب أو في سوريا، نقبل الواقع الموجود هناك؟ طبيعي راح نقبله نحن، طبيعي، لأنه بنعرف نحن الشعب السوري واحد وهمنا واحد وألمنا واحد، وفي كثير من المناطق المحتلة دفعوا ثمن عنا هون في هالأراضي هاي، بس لكن مجبرين على أمرهم ونحن أكيد بنعذرهم. سؤال أخير، حاولنا نعمل نقاط مع ناس في أحياء المحررة ورفضوا خوفا، ماذا تقول لهؤلاء الناس؟ هذول الناس لسه لحد الآن بفكروا إنه لسه النظام بده يدخل أو إنه بده يروح عند النظام. هذول رب العالمين وصفهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذول مذبذبين لا إله ولا ولا إله ولا، لحد الآن لسه بتخوفوا من النظام، بتخوفوا من عملائه، بتخوفوا. هذول أنا برأيي ما بمثلوا هذا الشعب السوري اللي قدم كثير في سبيل الله لحتى يتحرر من هالشيء ويتحرر من هالأفكار ومن هالخوف. وبإذن الله بالأيام الجاية إن شاء الله نحن نتحرر من الخوف غصب عن بشار وعوانه عن كل العالم اللي متآمر كله علينا، وإن شاء الله بإذن الله رح نتحرر، وإن شاء الله رح نصير وترجع بلادنا إن شاء الله بإذن الله أحسن من أول بكثير بإذن الله. شكرا جزيلا.